التمثيل على خشبة المسرح من أمتع اللحظات اللي بيعيشها أي ممثل في أداء أي دور على خشبة المسرح أمام الجمهور. والنهاردة على خشبة مسرح طيبة مول هنشوف معاكم لحظات تمثيلية شيقة للعرض المسرحي الكوميدي فوتوغرافيا بمشاركة مجموعة متميزة من الشباب الموهوبين. طبعا احنا احساسنا كلنا مبسوطين جدا بالتجربة، لان هي تجربة قعدت 6 شهور قعدنا نعمل البروفات، فمبسوطين ان جاء اليوم اللي نعرض فيه، ومتحمسين جدا 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 للعرض. كل ادوار مهمة جدا، وانا مبسوطة قوي 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 ان انا بشارك. وانا اسمي زيزينيا، وانا صاحبة القصر، وبحب اتجوز كتير قوي قوي قوي، هموت واتجوز يعني في المسرحية. بيبقى احساس صعب شوية بس في نفس الوقت ممتع، ان انت بتواجه جمهور بتاخد التحية بتاعتك قدامهم. انا عاجبني في المسرحية غير انها يعني كوميدي وهتضحك مع الناس، ان هي فعلا هتأثر مع الناس، لانها بتناقش مشاكل كبيرة جدا في المجتمع. انا مشارك في عرض فوتوغرافيا في اللوحة الاخيرة بدور المفروض ان هو كورشي ترواري. ده حد جاي من قبيلة من بعيد جدا من افريقيا، بيتقدم المفروض لزيزينيا اللي هي بطلة اللوحة الاخيرة. انا طالع مجذوب شوية، وفي الاخر بيبان ان انا اكتر واحد فاهم الدنيا، وفاهم ان بقول لهم ان لازم نرجع لاخلاقنا، ولازم الناس ترجع زي زمان في اصالة وفي جدعنة في ولاد البلد اللي هم في الحواري وكده. يعني فوتوغرافيا هي مسرحية كوميدية بتدور في قالب اجتماعي مناسب لكل فئات الجمهور، وبتجسد على خشبة المسرح بعض القضايا الاجتماعية وبعض سلبيات المجتمع، زي الإسراف في العزومات والمبالغة في عمليات التجميل، بجانب استعراض قضية الأخلاق في المناطق الشعبية. المسرحية فيها ضحك والكوميديا صعبة جدا بالنسبة لناس شباب جديد موهوب، وبتقدم برضو فكر ورسالة من خلال لوحات كوميدية غنائية استعراضية. الشباب دول قبل كده كانوا موجودين في عرض قبل كده مع الأستاذ سامح بسيوني في مسرحية اسمها في حتة تانية، وكان عرض متميز جدا وانا جيت حضرته. احنا دورنا الحقيقي ان احنا بندور دايما على المواهب الجديدة، سواء كانت بتيجي عندنا الشركة او مش بتيجي عندنا الشركة، لان احنا دورنا ان احنا نبقى فيه دايما دايما دايما. كل سنة بندخ عدد كبير من الشباب الجداد، منهم اللي بيعمل أدوار بطولة، منهم اللي بيعمل أدوار صغيرة، ويبتدي يتدرج لحد ما يوصل لدور مهم. سعيدة جدا بالشباب، لأن هم دول المستقبل، واللي فيهم هيكون موهوب. يعني أرجو إن هم 45 يكونوا موهوبين كلهم، يعني إذا كانوا كلهم موهوبين يبقى ده شيء، إحنا مكسب كنز كسبناه. مسرح مرآة للمجتمع، وإنت قاعد في الصالة بتشوف نفسك في اللي واقف يمثل، إذا كان مجتهد، إذا كان مخفق، إذا كان بليد، إذا كان فأنت بتتعلم. يعني ده المسرح أداة تنوير. المسرحية هي نتاج للدفعة الثانية من ورشة إعداد الممثل لإحدى شركات الإنتاج الفني، واللي أطلق القائمين عليها دورة الفنانة سميحة أيوب، وهي عمل مسرحي شبابي هدفه تقديم طاقات جديدة عندها الشغف والقدرة على الإبداع الفني الهادف كخطوة أولى في مسيرتهم المهنية. كريم صبري، مصر جديدة، ETC. أعطني مسرح أعطيك أمة. المسرح ده أبو الفنون، لأنه جامع لكل أنواع الإبداع، ليه حالة خاصة، ليه جمهور مختلف، وهو أيضا كشاف للمواهب. المسرح بجد هو أداة لفرز حقيقة الفن الأصيل والفنان الأصيل، الفنان القوي. المسرح مرتبط برغبة البني آدم مننا أنه يروح ينزل من بيته يتفرج على عرض يكون مكتمل جميل، رغبة كل واحد فينا أنه يعبر عن مشاعره. الحقيقة صناعة الخيال، صناعة واقع مختلف، دي حاجة موجودة في المسرح. المسرح حالة جميلة جدا من التواصل بين الممثل وبين الجمهور. والحقيقة مصر بلد عريق في فن المسرح، بلد ولادة في المواهب اللي بتلمع على خشبة المسرح. من 100 سنة بالضبط، من زمن تأسيس يوسف وهبي وعزيز عيد لفرقة رمسيس المسرحية سنة 1923 والحد النهاردة، سيل من المواهب المسرحية مش بيوقف. كل مدرسة على المسرح بتسيب بصمتها في مدارس مسرحية. احنا عندنا كل مدرسة مسرحية ليها مواهبها، وكان آخرها يمكن
عرض مسرحي حضراتكم شفتوا الحالة بتاعته الجميلة، اسمه فوتوغرافيا، في 45 موهبة شابة ووجه جديد من خريجي الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل، الدفعة اللي اختارت لنفسها اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، تيمنا بنجاحها ودورها في تطور المسرح المصري. النهاردة معايا عدد جميل من أبطال مسرحية فوتوغرافيا. معانا أولا المشرف العام على المشروع أحمد علي مسعود، أهلا بيك معانا في مصر جديدة. معانا طارق هشام دودي في مسرحية فوتوغرافيا، أهلا بيك سامي. أهلا وسهلا بحضرتك. سامي. ومعانا عمرو عبد القادر، طبعا حمادة القهواجي، مظبوط. سارة المنتصر بالله بنت الفنان الجميل المنتصر بالله، أهلا بيكي سارة. عاملة دودي وروزالين نشأت دينا وبتعة عامله دورين. بسم الله ما شاء الله. اولا طبعا اهلا بيكم ومبروك المسرحيه الجميله. ليه فوتوغرافيا ويعني ايه ورشه اعداد الممثل وليه سميحه ايوب؟ هايل جدا ثلاث اسئله كل قنابل على طول بسرعه. على طول. ليه فوتوغرافيا؟ لان احنا من اول دفعه للمشروع قررنا ان يبقى في مورال لكل عمل فني بنقدمه. في مواهب، ده الاساس، في تمثيل، في غنى، في رقص، بس في مورال، في الناس اللي جايه تتفرج على مسرح تخرج ولو هتفكر في حياتها، في تصرفاتها، في ايه صح في ايه غلط. اخيرا وكلنا بينا بنعيش ده على السوشيال ميديا، كميه صور كاذبه غير حقيقيه لناس عامله ان هم اصحاب، لناس عامله ان هم حبايب، لناس عامله ان هي مبسوطه، لناس عامله ان هي بتاكل اكله حلوه قوي وهي اكله ما تتاكلش اصلا، لناس عامله ان هي في حياه هي دي مش حقيقتها، فبيصيبوا ناس تانية باحباطات خطيره جدا، بالذات الناس اللي بتتابع السوشيال ميديا وبتتابع صورهم وبتتابع ده. لقينا ان احنا ممكن نعمل فكره حقيقيه لصور قويه جدا مبهجه جدا، سواء بقى عياده التجميل وناس عامله عمليات وخارجه مبسوطه، او لعيله واسره مترابطه، او او او، ولكن حقيقه الصوره هي حاجه تانية خالص. لما بنخش جوه العيله دي بنلاقي كميه مشاكل رهيبه، لما بنروح عياده التجميل بنلاقي ان هم نصابين والناس اتشوهت، لما بنروح للي بتدور على الحب بتطلع ان هي بتدور على مصلحه. ففكره فوتوغرافيا هي بلاش ناخد بالصوره وتعالوا نشوف ورا الصوره دي ايه، او ايه المضمون الحقيقي، عشان نعرف قيمه نفسنا ونعرف احنا صح في ايه وغلط في ايه او ناقصنا ايه وزيدنا ايه. الفوتوغرافيا كمان بتجمد اللحظه، بتجمدها وبتدي صوره مش حقيقيه. لانه اللحظه دي بالذات ممكن ابان انا بضحك وانا مش بضحك، انا وانا بعيط فعملت كده، ففكره تجميد الصوره ممكن تبقى غلط خالص جدا. فغير حضرتك يشوف يا هي مبسوطه اشمعنى احنا متضايقين، مع ان حضرتك ممكن تكوني متضايقه جدا. او ان انا النهارده اتصور صوره ابين نفسي رفيع جدا وانا على الحقيقه مش ده الحقيقي. حدثني عن الفلاتر. طبعا ده علم تاني خالص. الفلاتر ده الناس بقت بتقيس نفسها على الفلتر، يعني بقى يشوف صورته بالفلتر من سنتين يقول لي انا كبرت. يا جماعه ده كان فلتر انت نسيت بس. احنا كذبنا على نفسنا وصدقنا. فكره الاستاذه الكبيره سميحة أيوب هي بصراحه حصل برضه سيده المسرح العربي العظيمه اللي شرفت في هذا العمل ان انا قابلتها وتعاملت معاها، وست فعلا الفنان المفروض، وده بقوله حتى في اعداد الممثل او في الورش في بدايتها، مفترض يتعلم اخلاق ويتعلم ادب ويتعلم انسانيه قبل ما يتعلم فن، لان هو الفن في الاخر هي دي ادواته، ان قد ايه البني ادم يكون كويس وقد ايه البني ادم يكون عنده قيم بينشرها للي حواليه. احنا في الدفعه اللي فاتت كرمنا الراجل العظيم الفنان الكبير طبعا محمود حميده، هذا ان هو تكريم من الشباب طلبوا يتكرموا رمز من رموز الفن. الدفعه دي بصراحه لا، كان الموضوع مختلف شويه، هو ان كان اطلق طبعا في المهرجان القومي الدوره الاخيره بتاعته باسم الزعيم عادل امام، ولقينا ان احنا لازم نعمل الدورة دي تكريما للسيدة العظيمة سميحة أيوب، لأن هي سيدة المسرح العربي وما فيش اسم في المسرح النهاردة يعني يعلو اسم سميحة أيوب. لا، وجات لكم المسرحية وفاجئتنا ان انا جاية وهتفرج، وقعدت اتفرجت على أحلى الفنانين الكبار، والله على فكرة رأيها في المسرحية هو ما كانش مجاملة، انا كنت متخيل ان هي هتجامل لان هي جاية تكرم. السيدة العظيمة دي ركزت في كل تفاصيلة في العرض، ادتني كومنت على كل ممثل عجبها، ادتني كومنت على الحاجات اللي ممكن يكون فيها مشكلة، يعني كانت واعية ومركزة لكل موهبة حقيقية، وكانت مش جاية. قالت ايه على طارق؟ قالت عليهم كلهم طاقتهم حلوة، كلهم طاقتهم حلوة. طارق في ميزة مهمة جدا، ان كان دي اول فعلا مرة يقف فيها على خشبة مسرح. احكي لي يا طارق، دخلت ازاي المسرحية دي؟ انا بدأت اصلا في موضوع التمثيل من حوالي سنة ونص كده، خدت اول وركشوب في تركواز،
وبعد كده بعد نجاح التجربه بتاعه الدفعه الاولى كان نفسي اكون موجود في المسرحيه بتاعه الدفعه الاولى بس للاسف ما لحقتش. فاول لما فتحوا تجارب الاداء للدفعه الثانيه اتقدمت والحمد لله جريت على طول. والحمد لله اتقبلت ودخلت. انا كنت مخضوض من اول يوم بروفا من اول ما شفت خشبه المسرح. احنا لسه ما عملناش حاجه لسه ليها هيبه برضو خشبه ليها هيبه رهيبه يعني انا ما كنتش متخيل ده ولحد النهارده انا مش مصدق ان انا وقفت على خشبه المسرح وعملت عرض الليلتين يعني دي من احلى التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي الحقيقه يعني. وانا حابب بصراحه اشكر الاستاذ احمد مسعود بجد تعب معانا قوي قوي. احنا 45 واحد احنا مش الاربعه دول بس احنا هنا نيابه عن دفعتنا كلهم ومشاركاء لو الاستوديو او الكنب اللي عندنا يكفي 45 للاسف ما كانش هيكفي هم كلهم شركائنا في المشروع ده وجودنا مع حضرتك النهارده بس اكيد المشاريع الجايه برضو هيكون معانا ان شاء الله باذن الله واكيد انتوا تشرفونا كلكم في المسرح بقى وتتفرجي بحضرتك اكيد انا اروح زمايلي مجهول ايوه لا زمايلي كمان عندك. كل الناس انا لما ببقى بعمل العرض ده ببقى عايز مصر كلها تيجي عايز كل الناس تشوف مش عايز فريق مصر الجديده كله ان شاء الله باذن الدفعه الثالثه اول ناس. طيب نفسك تبقى ايه؟ تبقى مين في عالم التمثيل؟ ما نفسيش ان انا ابقى زي حد الناس كلها طبعا يعني كل واحد بيبقى ليه الايدنتيتي بتاعته. انا نفسي ان انا ابقى البنات في الكنترول بيقولوا مهند ده كان افيه في المسرحيه اتقال يعني اتقال لي في المسرحيه مهند التركي بس يعني نفسي اكون احمد عز نفسي اكون ليه الايدنتيتي بتاعتي انا طارق هشام يعني يا رب ابقى حاجه ابقى خفيف خفاف على الناس بس اهم حاجه يعني. عمرو اهلا بيك. حماده القهواجي مظبوط احكي لي بقى ماله حماده القهواجي؟ حماده القهواجي كان شخص في الحاره زي ما قال الاستاذ مسعود الحاره تبان ان الصوره ان احنا كلنا جمال في الحاره كان بيخش لنا طارق انا كنت في دوري ان انا ارخم على طارق عشان كده قاعدين جنب بعض بالظبط ده اخويا الكبير ترخم عليه بس دخلت برضو الدفعه الثانيه بالظبط كان الدفعه الاولى فاتتني للاسف كان عندي ظروف واول ما الدفعه الثانيه جت على طول الدفعه الثانيه واضح انها ايه كانت مستنيه من الدفعه الاولى الحمد لله انا بقولها دايما بصراحه الدفعه الاولى هم كانوا شباب الممثلين مغامرين معانا لان احنا كنا انا بس عايز اوضح حاجه احنا مش شركه انتاج فني احنا شركه كاستنج دايركتنج لانتاج مواهب بندور على الممثلين وبنعمل موضوع ورش اعداد الممثل للدراما وللكاميرا تكنيكس طبعا احمد تمام كخبرته في الكاستنج كان معانا مره في الدفعه الاولى أيوة جبنا منهم مجموعة ناس كبيرة جمال جدا وكان هو معانا ولكن هي كانت اول تجربه لينا ان احنا نعمل ورشه يكون نتاجها عرض مسرحي يتقدم ونجيب ناس من الصناعه ونجيب جمهور ويجي الاهالي حتى لان في شباب بتتحارب ساعات من اهاليها انت موهوب انت مش عارف ايه انت وهمان انت فلما بيشوفوا ده بي بي بيحسنوا صورتهم عن نشوف بقى ساره المنتصر بالله سارة دي عظيم. يعني والدها طبعا فنان عظيم وعمل ادوار مهمه غير طبعا في السينما والتلفزيون على المسرح طبعا كان غول المسرح الله يرحمه يعني لحق يشوفك مثلتي حاجات قبل كده ولا دي اول مره؟ لا هو للاسف اول مره فما لحقش كده بس يعني في حاجات كده من عند ربنا بتبان ان هو حاسس يعني ايه اللي حصل بيبان يوميها في يوم العرض من ماما واختي الكبيره بان يعني كان نفسك يكون موجود كان نفس الحضن خدته من هبه هبه الكبيره اختي الكبيره كان نفسك يكون موجود بيحضر اول أكيد. عرض مسرحي ليكي واول مره تقفي فيه على خشبه المسرح تعملي دور دودي مالها دودي ست متجوزه صعيدي دماغه بايظه خالص مش عاجبه حاجه في اي حاجه هي جايه تغير له شكله خالص وهي طول الوقت عامل مشاكل في بس هو ايه مش كل الصعايده عشان ما فيش صعايده يزعله لا لا هو هذا الرجل هذا الرجل فقط كده المشكله فيها هي كزوجه ان هي اللي عايزه تغير شكل جوزها هي اللي مش عاجباه فواخداها عيادة تجميل فالراجل مش منطقي بالنسبه له اللي بيحصل طبعا هي بتسيطر عليه اي حد داخل خارج مش سايبه في حاله هي بتحاول تسكت الدنيا يعني بس في اطار برضو كوميدي لذيذ يعني الحمد لله بتظبطي له حياته يعني ولا هو اللي ظبط لك دماغك لا انا هو ظبط دماغ السنتر كله المركز نفسك توصلي لايه لا نفسي احقق حلمي اللي من وانا صغيره بتمناه يعني. اللي هو اني امثل ايوه تمثلي تعملي ايه عايزه كل حاجه يعني عينك على السينما عينك على الدراما التلفزيونيه ولا انت لا انا طماعه الثلاثه ممثله مسرحيه مسرح سينما تلفزيون لان ده له حاجه ده له روحه وده له ده كل حاجه ليها طعم يعني مسرح بتاخدي بتاخدي على طول اون ذا سبوت رد فعل الناس انا عايزه اروح لروزيتا
روزيتا ازاي تبقى بتعة؟ يعني من روزيتا البتعة لا عملت شغل جامد جدا، حولتها بتعة ازاي؟ انت لو اديتك لاين من لاينات بتعة الناس دي كلها تجري. طب عايزه اشوف لاين من لاينات بتعة. لا يعني ايه موضوع من روزيتا البتعة؟ يعني في الاول كان في دينا دي في اول المسرحيه، وفي اللوحه الاولى، في اللوحه الثالثه كان في بتعة. يعني روزيتا ودينا ماشي، بس من روزيتا البتعة كتير. لا يعني بتعة لذيذه برضو، قريبه مني شويه. بتعة الاقرب. بتعة الاقرب. بتعة الاقرب ليكي من دينا ازاي؟ طب قولي لي. دينا عندها مشكله منتلي، وهي مشكلة عقلية وبتتصرف بطبيعتها، مش بتفلتر الكلام، مش بتنقي الكلام، بتقول اللي بيجي على بالها، فبتحاول تاخد عريس اختها لانه هي شايفة انه انا ليه اختي تتخطب وانا لا، وبتتعامل ببراءة اكتر. بتعة بقى بيعت جرجير في الحارة، وكانت بتحاول تصطاد. دي الاقرب ليكي. طب تمام. لا يعني بنت بلد كده فاقرب ليا شويه. بتحاول تستلقط الزباين، ترخم على الزباين اللي داخلين جديد الحاره. وكان في علاقه بقى مش مفهومه كده بينها وبين الفكاهاني، هما بيحبوا بعض ولا بيكرهوا بعض ولا بيغلسوا على بعض. لا انا عايز اعرف اي لاين من اللاينات بتاعتها. وهي بتاخد القسط ولا بتدفع القسط؟ يا لهوي لسه واخده مني القسط. لا كملي كملي. لا انا عايز اعرف بتعة، عايز اتعرف عليها. مش لسه طلقتك بيتي. كان بتعكس الفكهاني. كان الفكهاني بيقول لي مش كفايه ان انا سايبك قاعده على باب المحل يعني، فبقول له يوهي مش لسه طلقتك بتهز مشاعري. بتخن في صوتي. ما جبتوش ليه مشمش؟ ما مشمش مش عايز اشوفها تاني. قربتي مشمش مننا يعني، كان نفسي احاول ادخله القفص. وفي الاخر حصل بينك وبين مشمش ايه؟ لا يبقى الوضع على ما هو عليه يعني. يعني خلصت المسرحيه وانت ومشمش ما اتجوزتوش؟ هي العلاقه مش مفهومه كده. لا في الاخر اتخانق معايا لان قاعده في الحاره كلها. يعني ده كان حب بين بتعة ومشمش؟ من طرف واحد. لا من الطرفين، بس هو كل ما تيجي تفتحه في الجواز يهرب منها. ف طيب طوفار شويه. عايزين لاين تاني. كنت بغني له في المسرحيه. طب يلا صوتها حلو مش مشكله. غني له. بتغني المشمش ايه؟ هي طفشته مش من شويه دي. طب بصي انا هغمي وداني. غني لنا. كنت بقول له انه هو كان بيقول لي انه انت اللي قاعده على وش القفص، فبقول له طب ما انا كل ما اجي اقول لك تدخل القفص تهرب منه وتكسر قلبي. فبيقول لي كان في حاجه بتحصل انا مش فاكر هي ايه، فبقول له انت دايما كده تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي. روح روح يا روح. ببدا بقى اعلف بس خلاص انا مفتقده مشمش. يدمع بالدموع. حلمكم ايه؟ ايه الحلم؟ انا حلمي ان انا اوصل بالمستوى الخاص بالممثل او بالفنان لدرجه من الوعي ومن الثقافه انه يقدر يوصل المسجز بتاعته بشكل مؤثر وحقيقي وياخد قيمته اللي يستحقها كتأثير. ورشة إعداد الممثل أضافت لك إيه؟ ورشة إعداد الممثل بالذات بتاعة المسرح طلعت مني إمكانيات أنا ما كنتش أعرف إن هي عندي. يعني أنا بعد أول وركشوب اكتشفت في نفسي موهبة، ده كان الأول، وبعد كده طلعت مني إمكانيات أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا أقدر أقف وأدي بالأداء ده على المسرح ووسط الناس دي كلها، وسط نجوم كبار بتتفرج عليا. فلا الورشه دي هي حطتني على اول الطريق، دي اول ستيب ليا. عمرو عبد القادر مظبوط قبل الورشه وبعد الورشه، يعني كان حماده وعمرو بعد الورشه حماده تاني خالص ولا ايه؟ حماده تاني خالص. قبل الورشه نفس الكلام زي طارق، ما كنتش عارف ان انا هقدر اقف في الوقفه دي، انا اول مره برضه مسرح خالص، فما كانش عندي الفكره ان انا هعرف اقف قدام كل الناس دي واقول، كان اول مره اهلي يتفرجوا عليا. فحتى ساعتها احلى كومنت جالي كان اخويا الصغير بعد ما خلصت قال لي انا اتفرجت على اللوحه الاولى والثانيه، قلت عمرو هيجي يبوظ الثالثه. ما اعرفش بقى يعني. لا بس طلعت بتمثل زيهم يعني. بس فدي كانت اضافه. انت طلعت في اللوحه الثالثه؟ كنت في اللوحه الثالثه مع بتعة.
عملت ايه مع بتعه؟ انا كنت انا اللي بوصف العلاقه القاسمه اللي بينها وبين مشمش. كلهم بنصبوا عليا انا بقى. بيعملوا فيك ايه؟ كنا بنحاول نوصل. انا اصلا القصه ان انا مراتي بوظت العربيه ودخلت على السوشيال ميديا تمشي ورا الكلام اللي مش حقيقي، فراحت بينا للحاره دي، فبدات ادخل بقى من القهوجي البتعه بتاعت الجرجير اللي مشمش الفكهاني للميكانيكي للمعلمه زين، وكل الناس دي كانت بتنصب عليا. طيب دودي. ايوه دودي. أيوة. ساره المنتصر بالله، قبل الورشه وبعد الورشه انت بتقولت لي بحلم من وانا صغيره ابقى ممثله، هل فعلا الورشه دي هي شايفاها ممكن تحقق لك الطريق ده؟ لان هي ثبتت حاجه عندي انه في حاجه، لا يعني انا ماشيه صح، الاحساس اللي كان عندي كان صح من وانا صغيره، واقفه مش خايفه من الخشبه، حاجه حلوه جدا. حلمي بقى اني اكمل اسمه ويبقى اخد ربع بس منه. اعتقد انتوا الورشه بيبقى فيها عشان ندخلها اصلا امتحانات صعبه، في اختبارات ما كانش في واسطه علشان هي بنت المنتصر. لا هي كانت معانا في ورش دراما، ما هم كل ورشه المسرح بيبقوا خارجين ورش دراما بتاعنا، هم بيبقوا خدوا تكنيكس يعني، وفي منهم صوروا واشتغلوا. هي موجوده عشان هي موهوبه مش عشان هي بنت المنتصر بالله. طبعا طبعا الفن ما فيهوش واسطه، الفن ما فيهوش واسطه، ولو جاملتي مره نوي تجاملي الثانيه، لان في جمهور، احنا مش بنشتغل في شيء مغلق علينا. لا هي بسم الله ما شاء الله عندها كاريزما، قمر واحساس خطير وصوت وطيب. الفكره ان انا دخلت ورش بقالي سنه، خدت مع دكتور فريد النقراشي. طبعا وما كنتش داخله باسمي. يعني ما قلتيش انا بنت المنتصر بالله. لا دخلت باسم ساره رياض. لا اللي هو جده يعني. بسم الله ما شاء الله في كاريزما. فمفيش ما دخلتش باسمه، وما كنتش عايزه حاجه من حد، انا كنت عايزه اثبت لنفسي اولا انه في حاجه. يعني الاحساس ده مش وبينك وبين نفسك انت حسيتي انه لا انا لما ابتديت اخد ورش وابتديت انزل بقى وخدت ورشه في تركواز والمسرح طبعا، لا في حاجات بتتاكد يوم عن يوم ان شاء الله. طبعا. نشوفك نجمه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. روزيتا بتعه بتعه فوتوغرافيا بعد الورشه غير قبل الورشه؟ مش قوي، لان انا متعوده على المسرح من وانا صغيره، مسرح المدرسه بقى، مسرح المدرسه ومسرح الكنيسه، والصيف اللي فات كان في مسرح في اليونان. في اليونان. انا عارفه كمان في الكنائس بيبقى فيه يعني نشاط فني محترم جدا. احلى غنى واحلى مسرح. يعني لا مسرح بيبقى حلو وكبير مش صغير، وممكن تسافري كذا كذا بلد جوه مصر. والسنه اللي فاتت كان في مسرح بقى بره مصر، فجمهور مختلف. انت داخله الورشه قويه بقى. شويه. وديانا عشان كده خدت دورين. ديانا شاطره ويعتمد عليها وبحبه الشغل جدا، ولكن مش عشان كده خدت دورين. لا والله هي فعلا فعلا كانت الدورين قادره تأدي بشكل مختلف، وبعدين الناس في اللوحه الاولانيه افتكروها فعلا ان هي عندها مشكله، ففاجئوا بيها في بتعه. فكان لازم نجيب لها حقها. الناس قالوا عليك عندك مشكله عقليه، فقلت لا اطلع لهم بالبتعه عشان بس. وبعد كده طلعت بدي التحيه للاستاذه سميحه ايوب، فيعني كنت عايزه اقول لها صدقيني انا مش كده يعني، انا عندي عقل والله، بس مش شخصيه، انا بحييكي مش شخصيه بس مش اكتر. اتمنى لك طبعا كل التوفيق، واضح انه فعلا انت مشروع لكوميديانا مهمه الفتره الجايه ان شاء الله. كده نشوفك يمكن رمضان كده الجاي يبقى يعني يا رب طاقه خير عليك، يبقى المنتجين لازم تعزموا المنتجين عندكم، لازم منتجين عشان يشوفوا الطاقات الفنيه المهمه دي. طبعا كان في خالد موسى، وكان في الاستاذ احمد دكتور احمد حسن، وكان في استاذ مصطفى فكري، والدفعه اللي فاتت جه استاذ احمد شفيق، وجه استاذ حسام علي، عشان ما ننساش بنجيب، ما احنا في يوم كامل الصناعه، لانه عندنا فنانين كبار، مشاريع فنانين كبار. طبعا 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 هي الفكره كلها لتقديمهم. هو اول مثلا، بس عايز اقول حاجه سريعه، اول ورشه دي دايما الممثل بيبقى حاسس، او الواحد بيبقى حاسس انا جوايا ولا مش جوايا، انا عندي ولا مش عندي، اصحابه بيقولوا اطلع من الورشه لا انا عندي، يطلع واثق من نفسه، فاهم شايف المهنه دي تناسبه ولا لا، شايف المكان ده ضاف له ولا لا، فيبتدي او حد تاني تقول له روح بيتك. يعني ما بنحجرش على حلم حد، بس هنقول له هتاخد وقت طويل شويه عشان هو يقدر يبقى، لان هو بيشوف هو بنفسه ايه امكانياته، ايه ادواته كممثل بتتطور ازاي، زمايله عاملين ازاي، فبيقدر يحدد طريق. انا بشكركم جدا وبتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا بجد وفخورين بيكم، عاملين شغل حلو جدا 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 في المسرحيه، وانا واثقه انكم هتبقوا نجوم كبار، وانتم
انتم في ايد امينه يعني معاكم يعني اداره كويسه جدا جدا هتعرف توجهكم صح. اشكركم شكرا جزيلا استاذ احمد علي مسعود المشرف العام على المشروع نورتنا وعايزين كده مشاريع تانية جميله زي دي. طارق هشام او سامي في فوتوغرافيا نورتنا. عمرو عبد القادر اشكرك شكرا جزيلا. حماده القهوجي يا جماعه مش اي قهوه. سارة المنتصر بالله أو دودي شكرا يا سارة. وطبعا روزيتا بتعة بس مش دينا في الفوتوغرافيا هي بتعة شكرا جزيلا. الحقيقة بجد شفنا مواهب مصر الجميلة شفنا وعرفنا مسرحية فوتوغرافيا وعرفنا تفاصيل حلوة جدا عن المسرحية شجعنا بجد ننزل نروح نتفرج عليها. فكرة كمان اختيار اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب اسم للدفعة دي تيمنا بنجاحها وتيمنا بدورها واعترافا بدورها في تطور المسرح المصري ده شيء محترم جدا وجميل جدا. بكرة مصر جديدة إن شاء الله.